حقيقة علاقتي مع القرآن هي مش محصورة فقط بالكتابة، أنا قارئ قرآن، حافظ القرآن، مدرس للقرآن الكريم، فحبيت أيضا نضيف على هذه المسألة الاهتمام بالقرآن أيضا موضوع الكتابة. هيك عمل يعني له جانبين، الجانب الأول قدسية القرآن الكريم، العمل الثاني هو عمل فني، فطبيعة الحال نحن بنهتم بالمواد اللي بتستخدم بهذا العمل لتستمر فترة زمنية أطول، فكان اختيارنا لموضوع الورق نوعية ورق ممتازة لا تتأثر بشكل كبير بعوامل الهواء والفترة الزمنية الطويلة، أيضا الحبر كان على هذا الخصوص. كان طبعا القرآن الكريم هو بس بدي بين مسألة إنه هو كله بخط اليد أو بشغل كله شغل يدوي على مستوى الحجم، كان القرآن الكريم وزنه أكثر من 126 كيلو، طول الصفحة تخطى المتر وعرضها تخطى 72 سنتي بمعدل 4 إلى 6 ساعات يومية. طبعا لأنه العمل بده دقة، نحن الورقة الواحدة بدها شغل 6 إلى 8 ساعات بين كتابة ومراجعة وتحريك. إن شاء الله من هون لنهاية العام بيكون قرآننا جاهز كتابة ومراجعة وبيطلع إن شاء الله بشكله الأخير. نحن حقيقة بلشنا من هلأ نتلقى عدة عروض لمشاركة بمعارض دولية وأيضا عروض لاقتناء هذا المصحف، يعني شراء هذا العمل الفني. طبيعة الحال بعدني ما أعطي أي إجابة بهذا الخصوص. أيضا تواصلنا مع مجموعة جنس الأرقام القياسية، كمان أكدوا لنا أنه مش مسجل قرآن بجهد فردي وبخط الإيد وكتاب بهذا الحجم عندهم، فإن شاء الله تعال نتواصل معهم مشان بس ننهي القرآن كل الإجراءات الرسمية تكون مرتبة ومنتهية على أفضل نتيجة وأفضل وجه. أدعو للاهتمام بالقرآن الكريم كتابة وقراءة وحفظا، لأنه طبيعة الحال هو منهاج للسعادة في الدنيا والآخرة. كمان يعني بدعي للمنافسة بهذا العالم، عالم الخط بالقرآن الكريم.